تحدثت معظم الصحف الصادرة اليوم عن تنصيب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون وتأديته لليمين الدستورية. تبون يدخل قصر المرادية، هكذا افتتحت يومية البلاد صفحتها، مفصلة في أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس تعتبر أول اختبار حقيقي له بعد إعطائه لمؤشرات قوية على أنها ستكون حكومة توافقية ومدججة بعناصر شابة. وعن الحكومة الشابة تحدثت جريدة أوريزون تحت عنوان الترحيب باختيار شباب تكنوقراطي في التشكيلة الحكومية، وهي حكومة وصفتها الجريدة بالمتفتحة على المجتمع المدني والتي ستساهم في تعزيز موضع الرئيس. الشروق اليومي اختارت عنوان تبون يضبط البوصلة والحكومة تضبط الأنفاس، كما أشارت الجريدة إلى اقتراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتشكيلة حكومية جديدة لتولي مناصب وزارية. هذا وأوضحت أنه يتوجب على الرئيس استشارة الأغلبية البرلمانية في اختياراته. جريدة النصر هي الأخرى تحدثت عن مباشرة الرئيس تبون لمهامه اليوم بعد تنصيبه رسمياً وتأدية اليمين الدستورية، حيث أشارت اليومية إلى مجريات حفل التنصيب الذي يحتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر. اليمين الدستورية للرئيس هو العنوان الذي افتتحت به جريدة الإكسبريسيون صفحتها، مشيرة إلى أن التنصيب الرسمي سيشهد حضور جميع الهيئات العليا للبلاد، رئيس الدولة ورئيسي غرفتي البرلمان، إضافة إلى أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي. بالبنط العريض عنونت جريدة الشعب الجزائر تفتح صفحة عهد جديد، كما أوضحت الصحيفة أن الحوار وتغيير الدستور من بين أولويات الرئيس، وأضافت الجريدة أن برنامج الرئيس التزم بإيجاد حلول لمشاكل الشباب والإصغاء لهذه الفئة.